المالية. كشف وزير المالية محمد جلاب أن الجزائر لها مؤهلات كبيرة في مجال الحكومة والمجال المصرفي، مشيرا إلى أن انعقاد الدورة 38 للمصارف المركزية بالجزائر ستسمح بتبادل التجارب والخبرات بين الدول. مزيد من التفاصيل في ميكروفون عدم زيدي. الاقتصاد الجزائري في نمو، والسوق الجزائري يجلب الاستثمارات عكس ما يقال في لان هذه من جهة اخرى صلابة النظام المصرفي الجزائري معترف به. التضخم شفتوه قاعد يهبط مش قاعد يطلع. نسبة التضخم اليوم راهي في جويليا 1.5%، ما فيش في خطر تراجع. وفي رده على تساؤل لتلفزيون نهار حول الميزانية المخصصة لإعادة الاعتبار للعاصمة، كشف محمد جلاب أن القيمة المخصصة للبناء وتهيئة المدينة تقترب من 200 مليار دينار، مؤكدا أن هذا المبلغ كاف لإعادة البريق للعاصمة. المبالغ حوالي 200 مليار دينار على ما أظن لولايات الجزائر، ولكن كما قال السيد وزير الأول مش مشكلة موارد مالية، مشكلة البروغراماسيون كوم يفو، المشاريع درسوا كما لازم الحال، ينجزوا في الوقت. هذا هو المطلوب اللي أكد عليه السيد وزير الأول.